نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. والله اني في عام 84 كنت في الرياض، عام 1384 هجرية. بعدين بعد منه ذاك اليوم صار معزوم عنده للقهوة، ورحنا فأذكر منه كلام قال: الذي ما يمضي على الأقل 16 ساعة في المطالعة من اليوم والليلة هذا ما هو طالب علم. هذا الشيخ أبو ديان؟ اي والله. وأشهد أني سمعته بأذن. احنا جالسين عنده. اللي ما يمضي 16 ساعة من اليوم والليلة في المطالعة ما هو طالب علم.